المسؤوليه لكل القوى المدنيه وكل من يقول عنده نفس وطني في تونس. اللي مازال يحط يده معاك ومع التنظيم متاعك فهو خائن لتونس، لانك انت تنتمي لتنظيم ما يحبش الخير لتونس، ما يستعرفش بالدوله التونسيه، ما يستعرفش بالاستقلال التونسي، ما يستعرفش بالزعيم بورقيبه. من اللي جيتوا انتم تشكوا في الاستقلال؟ من اللي جيتوا انتم تشكوا في تاريخ تونس؟ من اللي جيتوا انتم تسلطوا في السيوفه؟ من اللي جيتوا حبيتوا تزوروا تاريخ البلاد؟ من اللي جيتوا عملتوا الفتنه بين كفار ومسلمين؟ من اللي جيتوا شديتوا الحكم لنا الاغتيالات السياسيه؟ اهدرتوا دم التوانسه، اهدرتوا دم المؤسسه الامنيه، اهدرتوا دم المؤسسه العسكريه، دجنتوا القضاء، دجنتوا حقوق الانسان، تكذبوا علينا كل يوم بالديمقراطيه المزيفه. نحن لكم بالمرصاد، يجب ان تخرج من هذا البرلمان. لا يشرفنا ان تكون رئيسنا، لا يشرفنا ان يكون على راس البرلمان قيادي اخواني جاي يحب ينشر المشروع الظلامي. انت في كتاباتك تكتب على المراه عوره والمراه وعاء جنسي. المراه في تونس حره بفضل الزعيم بورقيبه، بفضل مجله الاحوال الشخصيه، وسنزيحك من ذلك الكرسي بالقانون، وسنزيحكم من الحكم بالقانون. والقضاء يجب ان يفتح الملفات ويجب ان يكشف الحقائق. شكون قتل شكري بالعيد؟ شكون قتل محمد الابراهيمي؟ شكون ذبح سقراط الشير؟ يا قوى مدنيه، يا قوى بورقيبيه، يا مراه تونسيه، يا مراه برلمانيه، تونس امانه في رقبتكم. هذا الشخص راهو قاعد يكذب علينا ويراوغ، وحزبه هو بتاع تنظيم الاخوان. انتم اخوانجيه وتونس حره حره، والاخوانجيه على برا. ولن نترك تونس فريسه لكم انتوما، وستحاسبون بالقانون وبالقضاء، وستكشف الحقيقه، وستعود تونس لاحضان التونسيين. ستبقى تونس دوله مدنيه، دوله حداثيه، دوله بورقيبيه، دوله الاعتدال، ودوله السياسه الخارجيه المعتدله. لن نصطف ولن نترككم تتلاعبوا بمصير الوطن. وللحديث بقيه، سجل يا تاريخ.